السلام عليكم، أنا بادر، اسم ديالي بادر، مدينة فاس. كنشوف هاد الشيء اللي كيديروا، هاد الشيء ديال المليلية وهاد الدراري وساكن اللي كيريسكيو حياتهم وهاد الشيء راه بزاف، والله إلا بزاف. كنشوف بزاف ديال الدراري قصيرين مساكنين كيشوفوا الباب ديال المليلية، خاصهم يدخلوا المليلية وهادي كيشوفوا بزاف ديال الحوايج. ديروا معاهم شي حل ولا ديروا لهم شي مشاريع حتى هما باش يخدموا مساكن وهذه. ايوا شي ما كنتمناو السلطه عندك. انا راه عندي ديبلومات وخارج وعندي الباك ديال ديبلومات وما لاقي والو. راني دابا حاليا معاك حتى انا والله العظيم. انا طلعت البنين صار طلعت خرجوني من الباب من ليليا سنوات اي داي وهذه، ولكن ما كتبش كيسكرفصوا علينا المخزن وهادي وبزاف ديال الحوايج ما صالحوش تما. فكنصح الدراري بلا ما يعاودوا يطلعوا لتماك، داكشي راه ما مسلك شي بنادم هو اللي خدم على راسو هنايا، دير شي مصير في شارع صغير، ولكن خصهم اللي يساعدنا في هاد البلاد. كاين المشاريع ولكن اللي خص غير اللي يساعدنا في هاد البلاد وصافي، ما كاين حتى حاجه. بحال هنا بحال هي، بحال خدمنا هنا بحال خدمنا لهي، صغير مساعده وصافي. اللي هي عندهم المساعده هنايا عندنا بنادم حقار. طلعنا هاد الناظور، طلعنا فيلا باش نخدمو على راسنا ونصوغيو راسنا ونتهلاو في والدينا وهادي. طلعنا ما لقينا لا خدمة لا والو. كي بنادم كيحرص عليك يخدم عليك في البني كيعطيك 18 ل 180 درهم، ما قد والو. طلعنا حتى حنا لبنيصر كنشوفو الدراري خوتنا تما كمشردين كينعسو في الزناقي مساكن تماك الدريات وهادي. مجبرنا نمسحها، كنطلبوا من المسؤولين ومن الشعب المغربي يديروا لنا شي حل في هذه البلاد، راه حنا ضايعين والله العظيم. لكن هادشي ما كنقولوا والسلام عليكم. بغيت كما قلت لك الله الا باغي نخدموا كنتمنى من الشعب المغربي والمسؤولين يديروا لنا شي خدمه. كما قلت لك احنا في الناظور هذه هي البليصه ديالنا، اللي بغى يساعدنا احنا نحطوا النميره ديالنا يساعدنا. وكنشكر كنشكرك اختي على هادشي اللي كدير وكتساعد الناس، كتساعد بزاف ديال الحوايج كتساعدنا. وكنتمنى كنشكر الارض، كنشكر قناه ارض بلادي على هادشي اللي كدير، وكنشكرك اختي بزاف على هادشي اللي كدير وكتساعدنا والاصدقاء ديالنا. والله الا مساكن يا ضايعين حتى هما بالله. ابدا دم ما كيطلع لهنايا كيولي كيكمي ويشرب، كيطلع من الدار هو هذا كيولي كيكمي ويشرب وكيدير 16. كنشوفوا شي حوايج هنايا الله يحضر السلامه وصافي. انا كنشكر الشعب المغربي والمسؤولين يديروا لنا شي حل في هذه البلاد. انا سميتي ياسين، واول حاجه بغيت نقولها هي انا بعد ضد الفكره ديال الحريك وكذا، حيت حتى انا قصير وكنعرف الشعور ديال انك تكون محقور في واحد البلاد ديالك. وكنتمنى من الدوله تعطينا مشاريع كثيره وكذا باش بنادم ما يمشيش يحرق. وكنعذر اي واحد انه اختار هذا الطريق، وكنتمنى من الجميع انهم يرجعوا لبلادهم وكذا. والسلام عليكم. السلام عليكم، سميتي حاتم، مدينة فاس. طلعت لهنايا ما بغينا نخدمو كدا وهادي، ما خدمناش صافي، تشردنا بقينا كنعسو في الزناقي صافي، كندبرو كنبوقرو كناكلو كدا، كنضربو حتى حنايا بنانسة صافي. ما كتب حتى حاجة في هاد البلاد والو، حتى لعبة. مشيت خدمت كيعطيوك 75 درهم في النهار، وشنو غادير لك؟ ما كتقدك حتى لعبة ولا كتقدك شي لعبة. نطلبو من الدولة دير لنا شي تامة شي صالير مزيان، حتى حنا نخدمو غير في بلادنا لا ما نمشيو حنا لهاد الصبليون. انا ديالنا ودير لايك للفيديو، بارطاجي الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، جريدة ارض بلادي جريدة وطنية متجددة على مدار الساعة.